فاقول الكذب تاعهم. زيتوت كذاب، امير دي زاد كذاب، الا الابون بين قوسين بين قوسين. امير دي زاد على كل حال على بالي كان جمعه عنده تاع المخزنيين والمراركه وكذا وكاع، ورايحين يطيحوا عليا. والله ما تعرفه قبلي، والله ما تعرفه قبلي، ورايح نكشف لكم سر، رايح نكشف لكم سر لاول مره. امير دي زاد كان من المتابعين تاع الحاج حمد، ايوا قبل ما ينشهر على كل حال، ابدا دار واحد الصفحات على كل حال، ودارني حتى ادمنستراتور، ادمنستراتور كنت نقول انا هذا راه في الخارج على كل حال، وراه باغي البلاد وكاع، كان يدير واحد المناشير، كان يدير واحد المناشير تاع معارضه تاع النظام السابق اللي كنا معارضين وكاع على كل حال. من بعد تطورت الامور وين وصل، هذه كيما كان في الالمان كي كان يخدم اجون سكيورتي، ايوا كيما كان في الالمان، وصلت لدرجه وين عيط لي بالتليفون من الالمان، ايوا. من بعد مع الوقت انا بديت نتساءل، السيد بدا ينشر واحد الامور مغربه، واحد الوثائق يجيبها، كنت نقول له امير هذه منين راك تجيبهم؟ يقول لي سهل سهل، كاين جماعه تاع الوطنيين والمخلصين اللهم يمدوا لي وكاع. مع الوقت مع الوقت مع الوقت نصيب السيد سي محمد المخابرات الأجنبية اللي تخدم فيه، قسما بالله المخابرات الأجنبية هي اللي تخدم فيه. ومن ذاك الوقت كوبيت مع العلاقة، قلعت روحي من الصفحات تاعو على كل حال، والحمد لله اللي فطن ذاك الوقت، ذاك الوقت ضروك يا خاوتنا اللي راكم تتبعوا فيه، أن ذا أمير دي زاد نعرفه ما قبل، أيوا. ولو كان درت عليه، لو كان درت عليه كراني عندهم في الخارج، ولو كراني نسب في بلادي، ولو كراهم قبضوني المخابرات الأخرين، كراني عميل شغل الحاج حمد، عميل حاج حمد خاين. ولذلك يا خاوتنا والله ما نتمناها لكم، والله ما نتمناها لكم. نكملوا الحديث يا خاوتنا، امير دي زاد، هشام عبود، انور مالك، لا 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 زيتوت، اليوم نهاركم مع الحاج حمد.